يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. هو ده نظام ارحمه. ارحموا عزيز قوم زل. واقف على ناس يا برنس. واقف في شموخ راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك. مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسة. انا اقول لك كده مادد ايدك كده وثق هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس ده من عيلة ده متعصل. وبدل ما يدولك شلن هيدولك عشرة. براو عليك يا وزاد براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي الاماكن الشيك. قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه. يعني شحات بيشحت من شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوا لي الزكيته دي. اقرف خالص. اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت تتكلم خالص. طيب حاضر. طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي. نعم؟ جايبك تغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفتة وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفتة. خلاص مش عايز اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. إلهي ربنا يكرمك. إلهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. إلهي يا رب. أهلا أهلا أهلا. إلهي ربنا يكرمك يا شيخ. إلهي ربنا يكرمك. إلهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضارة وقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوة طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا. إلهي ربنا يكرمكم. إلهي يا سيدي الجنيه اهو. وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا منين؟ مالكش دعوه. انت شوف شغلك. ايه بلاش لماضه. مفيش اثناء العمل بوس. إلهي يا رب ربنا يكرمكم. إلهي يا رب ما تجيب حاجه. مش شايفين عاجز؟ ما تجيب حاجه لله. إلهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا ها؟ فهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله. وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي! ده انتوا ولاد جنيه. احنا اللي ولاد جنية. عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني ده نجاح باهر للشخصية. ده سوكسيه. البركة في النضارة. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها تيه؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاعد عبيط ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوق اتفاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبة روح امك. احنا ورانا مصاريف جامدة اوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس. انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز. انت بتتكلف. مصاريفك كتير اوي. ايوه. عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين. عندك مصاريف مدير ادارة الشحاتين. عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك. عندك مصاريف شخصية وخلافه. نهاية الأول. انت هنا عبد المأمور. تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا.
تاخد لك ده بس؟ لا اتعشى. عشوه. بقول لك ايه، على فكره تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر. احنا ناس حقانيه ما نحبش تاكل حق حد ابدا. حقانيه؟ خدهم قد كده على قلبك، تبدا الميه لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. يا استاذ يا استاذ. ايه ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه دولار؟ هرر. ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصري. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصر، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. شفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوه قوي. نخلع بقى. زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايه وزي كل مرة؟ يا متر. قال لي قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلوة. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. ثلاثة أربعة خمسة ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك ستة جنيه وعشرين قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولوا لي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص.